بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعزي مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ومراجعنا العظام والعلماء الأعلام بذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة بضعة أبيها وروحه التي بين جنبيه، ونحن وإياكم في هذه التغطية الخاصة لموكب عزاء فاطميون الذي ينطلق من منطقة المركزية صوب قبلة الأحرار أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي فضل العباس. سوف نكون معكم في هذه التغطية الخاصة، فإلى ذلك كونوا معنا. نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى مراجعنا العظام لا سيما آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله. حضرتك ليش اجيتي وشاركتي بهذا الموكب؟ هو هاي أول مرة تشاركين؟ طبعا هذه مو أول مرة، الحمد لله بفضل الله وبأهل البيت تكررت هذه المسيرة عدة سنوات، وإن شاء الله باقية حتى ظهور القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لأخذ النصب بيده. طبعا خرجنا لهذا المسير لكي نسير على نهج السيدة الزهراء ولنبين مظلومية السيدة الزهراء صلوات الله عليها، والسير على نهجها المبارك للتولي لأوليائها وللتبري لأعدائها الذين فعلوا ما فعلوا بها سلام الله عليها، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله إن الله ليرضى لرضاها وليغضب لغضبها. لقد ظلموها وجهلوا حقها وهجموا عليها وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها وعصروها بين الباب والحائط، فلعنة الله على ظالميها والآخرين. نسأل الله تعالى أن يعجل بفرج صاحب العصر والزمان لأخذ بثأرها ولينتقم لمن ظلمها إن شاء الله. عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل والعلماء الأعلام ومراجعنا العظام وجميع الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد سيدة مولاتي شفيعة هذه الأمة بنت محمد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. حضرتك هاي أول مرة تشاركين بالعزاء؟ نعم، هذه أول سنة أنا أشارك. زين، شلون شفتي المشاركة وشلون شفتي تجمع النساء؟ هم حضروا نساء وياكم؟ الحمد لله تجمع كثير، يعني الحمد لله والشكر، شفنا هواي نساء جايات من كل مكانات، عندي صديقاتي جوا وياي من كل مناطق. نعزي بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء في هذا العزاء. هذا المصاب مصاب بثكل الكائنات بأمه، استشهاد أم الوجود الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها. حضرتك هاي أول مرة تشاركين بالعزاء؟ لا، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أهل البيت هذه تقريبا السنة الرابعة إن شاء الله. زين، شفتي مشاركة النسوية، يعني شلون شفتي المشاركة سنة عن سنة تزيد أو تقل أو شلون يعني؟ أكيد أول سنة اللي انطلقنا كان عدد النساء كلش قليل، فثاني سنة كان أحسن، هسه هل ما شاء الله يعني كلش هواية، يعني أحسن بهواي من قبل. يعني شو تنصحين النساء بما أنه أنت يعني مشاركة بالموكب، وشو تنصحين النساء الفاطميات يقدموني شون يآزرون مولاتي فاطمة؟ أقول بما أننا ننتسب إلى الزهراء سلام الله عليها،
الصديقة الطاهرة أمنا، ونفتخر بذلك، وإن شاء الله نكون البنات البارات بأمهن صلوات الله عليها. الصديقة الطاهرة أمها، فكيف تعزي البنت أمها؟ كيف عندما البنت تفقد أمها كيف يكون عزاءها؟ فنحن نفقد أمنا، فكيف يكون عزاءنا؟ فأنا أوجه كلمة إلى جميع النساء بشكل عام، أن يشاركوا ويثلجوا قلب الصديقة الطاهرة، وإن شاء الله تكون هذه المسيرة كمسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ليش؟ لأنه مصيبة الزهراء أصل يوم العذاب، لولا التعدي على الزهراء سلام الله عليها لما تعدوا على الحسين صلوات الله عليه. فأصل كما قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، فأصل يوم العذاب مصيبة الزهراء. أجورنا وأجوركم، وجعلنا وإياكم من المعزين لمولانا صاحب العصر والزمان بهذه المصيبة العظمى. حضرتكم أحد المشاركين أم المؤسسين بالموكب؟ إحنا المؤسسين من حسينيات السيد الشيرازي، كل سنة نجدد العزاء للسيدة زهراء عليه السلام بهذه الأيام. حضرتكم من أي مكان من كربلاء؟ إحنا كربلاء قضاء عين التمر. يعني من عين التمر تجون كادر نسوي يجي وياكم؟ نسوين يجي مؤسسة احنا حسين السيدة زينب لبعين التمر، عزائنا اليوم صبنا بها الصباح، وجينا نعزي الإمام الحسين بهذه المصيبة العظمى. وشون تشوفين الإقبال وياك كنساء؟ هم يشاركون وياك بمواساتهم؟ إن شاء الله كل النساء تشارك، لأن هاي مصيبة فاطمة الزهراء، مصيبة امرأة، وحق المرأة على المرأة. ننفجأ أكثر لأنها امرأة وهي أمنا، نمشي على خطاها، نجدد لها العزاء، نفديها بأرواحنا. جاي أنا متعنية للحسين بفضل العباس، أعازي بأم الزهراء المظلومة المهضومة، وجايتها ومريضة وتعبانة، وهي 10 سنين أنا ضالة بالمرض هذا، وريتهم يشافون جميع المرضى وشافوني. إن شاء الله. حجي هاي أول مرة تشاركين بالموكب؟ مرة، هاي أول مرة والله، وأنا ما ناسيت مع البيت، وريد إمام الحجة ينصر العراق ويعلي شان. شلون عرفتي بهذا الموكب وجيتي؟ أنا جيت عند بنتي والله هنا، وجيت صادفت على الصدفة والله. إن شاء الله يتقبل من عندكم الإمام الحسين. طالبة من البرحانة من الزهرة، إن شاء الله أحضر بين الحرمين إن شاء الله بجاه الحسين الشفيع. تقبل زيارتكم. طيب رحم الله بالله. مشاهدينا الأكارم، ما زلنا متواصلين معكم في هذه التغطية الخاصة لموكب عزاء فاطمة، فإلى ذلك كونوا معنا. عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد سيدتي ومولاة الزهراء سلام الله عليها. الله يحفظكم إن شاء الله. حضرتك أول مرة تشاركين لو أحد المؤسسات؟ بإذن الله تعالى لا، هاي مو أول مرة أشارك،
إن شاء الله يعني سابقاً وحالياً وللمستقبل بإذنه تعالى إن شاء الله. شلون شفتي الحضور النسوي وهم تنصحين النساء بحضور هكذا مواكب حسينية تقدم العزاء المولاي أبي عبد الله الحسين مواساة لفاطمة الزهراء؟ أكيد هذا شيء جدا ضروري. مولاة الزهراء سلام الله عليها كلنا ندري أنه هي بلا قبر، وفضلها مو فقط على العالم الإسلامي، فضلها على العالم أجمع. فإحنا إذا نريد نواسي مولاة الزهراء سلام الله عليها نواسيها بهيك شغلات، نواسيها بهيك مسيرة، نظهر حبنا للزهراء سلام الله عليها، واللي هي ترى ما قصرت ويا أحد، هذا واجبنا تجاهها إن شاء الله. إن شاء الله الإمام الحجة يتقبل منك منا ومنكم إن شاء الله. وأدعو جميع النساء جميع العالم للمشاركة بهيك مسيرة، أتمنى يوم من الأيام تكون مليونية لنواسي مولانا عجل الله تعالى فرجه بعزائنا لمولاتنا الزهراء سلام الله عليها. وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا الخاصة بتغطية عزاء فاطميون الذي يقام كل سنة في مثل هذه المناسبة الأليمة التي تمر على قلب مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. مشاهدين الأكارم، جعلها الله أعمال صالحة وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دمتم في أمان الله وحفظه.